بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم لهم شرك في السماوات. أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق
لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم والغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وإذ لم يهتدوا اهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حملته أمه كرها ووضعته كرها. حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشد وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني. قال رب بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. قال رب بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن
أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها
ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ بلاغ هل يهلك إلا القوم الفاسقون هل يهلك إلا القوم الفاسقون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.